السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم معقودة البطاطس في الفرن، صحية لذيذة وسهلة في التحضير. بقوا معايا نشوفوا مقادير طريقة تحضير هذه المعقودة. غنحتاج في المكونات اولا البطاطس حسب الرغبه، انا درت هنا تقريبا كيلو واحد ربعه الحبات، متوسطين او كبار شويه في الحجم. كنغسلوهم مزيان ونوضعوهم في الماء، نسدو عليهم ونخليوهم يتسلقوا. انا درتهم في الكوكوط او طنجره الضغط لان البطاطا كبيره خاصها الوقت باش تسلق. ثم كنقشروها نخليوها تدفى، نديروها شويه سخونه ونحاولوا نحكوها من جهه الغليظه باش ما كتلقش، ولينا دوك يعني ما ترجعش تلقى، ما عرفتش كيفاش نقولها، كتبقى شويه باينه باش ما كتجيناش معجنه من الداخل. صافي غادي نستمر كنحكها كامله بنفس الكيفيه. درتو بطاطا صغيره فماشي مشكل، ما كتستدعيش انكم ديروها في طنجره الضغط. نحتاج معاها في باقي المكونات توم بودرة او فصوص ديال التوم اللي غنطحنوهم مزيان، او نستعملوا مستحضر ديال التوم اللي بغيتو واللي توفر عندكم. غندير وحده من المستحضر او كيف قلت لكم واحد جوج فصوص ديال التوم او القليل من بودرة ديال التوم. كنفرتوها مزيان ثم غادي نضيفو القليل من القزبر اليابس، القليل يعني غير راس معلقه صغيره فقط من القزبر يابس مطحون الا توفر، ما توفرش ممكن ما ديروش. السودانيه او الفلفل الحار على حسب الذوق، من الاحسن ما نديروش الصلصه الحاره ولا الهريسه، نديروها تكون ناشفه. والقليل من الفلفل الاسود او الابزار، هو الابزار يعني حتى هو ما نكتروش. وغادي نضيفو كذلك الكمون، اللي بغات دير التحميره اولا الفلفل الاحمر ديرو، انا ما درتوش خليتها هكا، ولكم الاختيار. والملح على حسب الذوق. غنحتاجو كذلك الجبن المحكوك، الجبن الاحمر باش كيعطي مذاق احسن. ممكن نعوضوه بالجبن مثلثات جوج او ثلاثه ديال الحبات اللي غادي نخلطوهم مع باقي المقادير. ثم القليل من المعدنوس والقزبر، المعدنوس اكثر من القزبر. صافي نقطعوهم بهذا الشكل تقريبا واحد جوج معالق كبار. بالنسبه لهاد المعقوده يعني فايت لي حضرتها معكم طريقه المطاعم اللي كدير فيها ديك العجينه اللي كتعطيها القرمشه من برا وكتخليها الشربه الزيت. نضيفوا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ويطلبوا مني العديد من الاخوات انني نحضرها لهم بطريقه صحيه يعني بدون قلي، او كيسولوني واش هذيك تصلح هذيك ما تصلحش نهائيا في هذيك الخلطه خاصها ضروري تقلى. وبهذه الطريقه ممكن انكم تحضروها طبعا وغير في الفرن. غادي نضيف البيض تقريبا جوج حتى ثلاثه على حساب الحجم ديال البيض ديالكم وحتى الكميه ديال البطاطا. الا درتو كميه اقل غتحتاجوا كميه اقل حتى في البيض، درتو زدتو الكميه فغتحتاجوا كميه اكثر من البيض. غنخلطوا بشكل جيد حتى كينسجموا العناصر مع بعضهم. كما لاحظتوا قطع ديال البطاطا كاينه يعني باينه، ما تحكوهاش في الجهه الرقيقه، ما تمعسوهاش بزاف او تحاولوا تطحنوها، حكوها من الجهه الغليظه ديال البطاطا باش ما كتجيكمش معجنه من الداخل، كتجي بهذه الطريقه احسن بكثير. وكيف قلت لكم ممكن تضيفوا التحميره الا بغيتوا اللون ديالها وحتى المذاق طبعا. ممكن تضيفوا القليل من الزيتون يعني شرائح الزيتون، تزيدوا تقطعوها حتى كتجي المذاق ديالها زوين في هذه المعقوده هذه. يعني عندكم بزاف الاختيارات، ممكن انكم تحكوا الكوجيت او لا خزو حتى هما تشحروا في شويه ديال الزيت وشويه ديال يعني زيت الزيتون شويه البزار والملحه وتضيفوه الا بغيتوا يعني تكون منوعه. لكم الاختيار يعني عطيتكم الاساس ديال هذه المعقوده هذه. صافي غادي نغطيوها ونوضعوها في الثلاجه 30 دقيقه يعني نص ساعه على الاقل باش كتجمع راسها مزيان كتشرب وكنشكلوها بكل سهوله. وطبعا خاصنا نغطيوها مزيان
بهالطريقه هذه ممكن تبعدوها في علبه اذا ما عندكمش الفيلم الغذائي او الفيلم اليمونتير، وتسدو عليها وتخليوها. من بعد اما بزيت او بماء اللي بغيتو باش ما تلصق لكمش في يديكم. وجوج طرق باش تحضروها، انا كنفضل انني ندهنها بالماء ولا بالزيت ونوضعها في اللاطه، ومن بعد ندهنها بالبيض. واللي ما بغاش يستعمل البيض في الدهن غادي يدوزها في الفينو. وكيف قلت لكم كنفضل الطريقه اللي كتدهن بالبيض، كتجي احسن لا في اللون ولا حتى في المذاق ديالها، احسن من الفينو. صافي غندير لكم جوج طرق، اللي بغات شي طريقه تختارها بطبيعه الحال. غنستمر ندير النصف الاول بهذا الشكل، نحاولوا نقادوها كما لاحظتوا عاد نكوروها، راه كتكور بكل سهوله لان مخلينها ترتاح مزيان، ونضغطوا عليها باش ما تجيناش غليظه، تجينا مبسطه او رقيقه شيئا ما باش كطيب مزيان حتى من الداخل. هذه الكميه بالنسبه للاسره اللي هي كبيره، كنتو ناس اللي قلال فديروا نصف الكميه، يعني نصف كيلو فقط من البطاطس، وكملوا باقي المقادير حتى هي شويه شويه من الحاجه. صافي كنديروا واحد الكميه وكندوزوها في الفينو او الشابليور اللي بغيتو اللي عندكم توفر، اوضعوها في صفيحه ديال الفرن. من الاحسن تكون مفرشه بورق الطبخ باش ما تلصق لكمش، وخصوصا الطريقه الاخرى اللي ما غندوجوهاش بالسميده هذه اولا بالفينو هذه، فما كتلصقش لانها مدوزينها مزيان. صافي غنستمر حتى نكمل هذه الكميه ونشوفوا الطريقه الاخرى اللي هي طبيعه الحال عاديه، غير كندوزوها ونوضعوها مباشره في الصفيحه ديال الفرن. في هذه الاثناء كنكونوا كنسخنوا الفران مزيان، يعني وكيف ما غتلاحظوا معايا كنديروا حتى الماء ماشي مشكل. صافي وبنفس الكيفيه غادي نشكلوا كويرات، يعني كنديو من يد ليد بالنسبه للمبتدئات باش ما تشد ليكمش، وعاد كندوروها بكل سهوله، نضغطوا عليها ونوضعوها في صفيحه الفرن حتى نساليو الكميه كامله. كنحصل على هذه الكميه هذه، وكما لاحظتوا فرشه بورق الطبخ، ومن الاحسن الى زدنا عاد دهناها من التحت، يعني الصفيحه عاد وضعنا ورق طبخ نتاكدوا ان ما تلصقش تماما. كنوضع في اصفر بيضه القليل من الخل او الحليب، وكنطربوها مزيان، وكندهنوا غير نصف الكميه اللي ما فيهاش الفينو. وممكن مع المكونات الى ما عندكمش مشكل ضيفوا القليل من خميره الحلويات، كتجي النتيجه احسن، كيجيو منفوخين وخفاف بزاف من الداخل. يعني الا بغيتو واحد نصف كيس، واحد 4 غرام حتى 8 غرام على حساب الرغبه ديالكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندهنهم كاملين، ومن بعد غادي نضع القليل من زيت الزيتون فوق القطع الاخرى اللي مفنده بالفينو، او ممكن ما ديروش لكم الاختيار. خلوهم الفرن بعد ما كيكون سخن مزيان العافيه اولا تحت منه حتى كيطيبوا مزيان ونحسوا بهم طابوا كيبداو كيتنفخوا، وكنحمروهم من الفوق النار اللي تكون ما تكونش ناقصه بزاف، ومني كيتحمروا ويطيبوا ونحسوا بهم طابوا مزيان للتزيين، وكيبقى طبعا اختياري كنوضع القليل من الجبن المحكوك، ونعاود نرضوهم غير يدوب فقط ونطفيو عليهم ونقدموهم. ممكن يتقدموا حتى دافين شويه ماشي مشكل، ماشي بحال المعقوده اللي كتكون مقليه خاصها تقدم سخونه باش كتبقى مقرمشه. وهذا شكلها النهائي، كتجي زوينه بزاف لذيذه وصحيه وسهله في التحضير. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تشجعوني بالتعليقات واللايكات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. شكرا جزيلا على المتابعه والتشجيع، والى اللقاء، مع السلامه.